قل إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الأول لنا في هذا الشهر، شهر رمضان، والذي يوافق يوم الأحد الخامس من شهر رمضان سنة 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 14/7/2013. وكعادتنا في هذا الشهر نفتتح مدرسة الحياة، وهو شرح لكتاب صيد الخاطر لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا هذا الشرح منذ 4 سنوات تقريبا أو يزيد قليلا، فأنا أنتقي منه بعض ما كان يجيش بصدره رحمه الله، إذ هو إمام عامة، ويبين على كلام إمام العامة من المخبرة ما لا يبين على صاحب المحبرة، لأنه يخالط الناس، وقد تاب على يديه أكثر من 200,000، وأسلم على يديه من الكافرين ما يناهز 20,000، وكان الخليفة يحضر مجالس وعظه، وكان يقول الكلام الجميل المطرب المعجب على بديهته ما لا يستطيع أن ينمقه أو يزوره أبلغ الناس. فلذلك أعجبني كتابه، وهو يعني يشبه كتاب الفوائد لابن القيم، يعني نفس ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد نفس عال، وهذا بخلاف كتاب بدائع الفوائد. بدائع الفوائد ده شيء، هو ابن القيم برضه، وكتاب الفوائد شيء آخر. كتاب الفوائد كأنه خواطر، يعني عبارة عن فقرات إيمانية كان يكتبها ابن القيم بقلم عال جدا، إنما بدائع الفوائد ده كتاب لا يعني يحمله إلا العلماء الكبار، كتاب كثير من أبحاثه بالنسبة لمن لم يتعلم العلم على أصوله كتاب معقد، يحتاج إلى نمط معين من العلماء وطلبة العلم النابهين. وقد وقعت عيني على بعض كلام ابن الجوزي خاطرة، أول ما فتحت الكتاب
وجدتها أمامي، قرأتها أعجبتني، لأن فيها يعني كما يقال والكلام ذو شجون، قريب من حالنا ومن أحوالنا ومما نعاني منه من قرون طويلة، وليس من سنوات إنما من قرون، ألا وهو سوء الفهم عن الله ورسوله. وهذه الخاطرة أنا لم أشرحها قبل ذلك، وإن كنت يعني أذكر أنني في العام الماضي أو قبل الماضي برضو قرأت خاطرة بهذا العنوان، سوء الفهم عن الله ورسوله، ولكن هي بخلاف هذه الخاطرة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: نعوذ بالله من سوء الفهم، وخصوصا من المنتسبين للعلم. روى أحمد في مسنده أنه تنازع أبو عبد الرحمن السلمي وحبان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبان: قد علمت ما الذي جرأ صاحبك، يعني علي بن أبي طالب. قال: ما هو؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا سوء فهم من أبي عبد الرحمن، حين ظن أن عليا قاتل وقتل اعتمادا على أنه قد غفر له. وينبغي أن يعلم أن معنى الحديث: لتكن أعمالكم المتقدمة ما كانت فقد غفرت لكم، فأما غفران ما سيأتي فلا يتضمنه ذلك. أتراه لو وقع من أهل بدر وحاشاهم الشرك، إذ ليسوا بمعصومين، أما كانوا يؤاخذون به؟ فكذلك المعاصي. ثم لو قلنا إنه يتضمن غفران ما سيأتي، فالمعنى: إن مآلكم إلى الغفران. ثم دعنا من معنى الحديث: كيف يحل لمسلم أن يظن في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه فعل ما لا يجوز اعتمادا على أنه سيغفر له؟ حوشي من هذا، وإنما قاتل بالدليل المضطر له إلى القتال، فكان على الحق. ولا يختلف العلماء أن عليا رضي الله عنه لم يقاتل أحدا إلا والحق مع علي، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أدر معه الحق كيفما دار. فقد غلط أبو عبد الرحمن غلطا قبيحا حمله عليه أنه كان عثمانيا. واضح من عصب هذه الخاطرة أنها تدور على مسألة سوء الفهم. وضرب لذلك مثلا، وهو أن أبا عبد الرحمن السلمي فهم الحديث فهما خاطئا، وأبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب، رجل من الأئمة الكبار، رجل قرآني قرأ القرآن قرأ القرآن على عثمان وعلى ابن مسعود وعلى علي بن أبي طالب، وأخذ عنه القراءة عاصم ابن بهدلة وآخرون ممن
لهم قراءات وحروف مختارة. وهو الذي روى عن عثمان رضي الله عنه الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث لا يصح إلا عن عثمان، ورواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي. وظل أبو عبد الرحمن يقرأ القرآن 40 سنة من زمن عثمان إلى زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. ولما روى هذا الحديث عند البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال: فذلك الذي أقعدني هذا المقعد. فضل هذا الحديث هو اللي خلاه يقصر حياته على القرآن. وهو صاحب الأثر الصحيح الذي قال فيه، وهذا الأثر رواه الطبري في تفسيره ورواه ابن سعد وآخرون وإسناده صحيح، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يتعلمون 10 آيات فلا يتجاوزونها حتى يعملوا بهن، ثم يدلفوا إلى 10 أخر وهكذا. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ويأتي بعدنا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز ها هنا كما في رواية ابن سعد، وأشار إلى حلقه. ومن الغرائب أنه كوفي وفي نفس الوقت عثماني كما أشار ابن الجوزي في آخر الخاطرة. عثماني يعني كان يفضل عثمان على علي، اللي هم أطلق عليهم بعد ذلك النواصب، والنصبي في مقابل الشيعي. والتشيع إنما نجم في الكوفة وظهر، وأهل الكوفة جلهم شيعة، قل أن تجد فيهم عثمانيا أو ناصبيا كما يقال في المصطلح الذي اشتهر بعد ذلك. هذا الحديث رواه البخاري في صحيح الحكاية دي التي جرت بين أبي عبد الرحمن السلمي وحبان ابن عطية، رواه البخاري في موضعين من صحيحه، في آخر كتاب الجهاد والسير وفي كتاب استتابة المرتدين. لكن بقية الحديث مش الحكاية دي، لأن الحكاية دي مقدمة لحديث، أما الحديث نفسه فقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه. وهو أنه جرى نقاش بين أبي عبد الرحمن والسلمي وبين حبان بن عطية. قال أبو عبد الرحمن لحبان، وكان أبو عبد الرحمن كما في رواية البخاري كان عثمانيا وكان حبان علويا. علويا يعني إيه؟ يعني يقدم عليا على عثمان. وكان هذا ما ذهب جماعة من السلف المتسننين، مش الشيعة، لا، كان بعضهم يرى تقديم علي على عثمان. قال أبو عبد الرحمن: إني لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، على المعارك التي كانت بين علي وبين معاوية رضي الله عن الجميع. قال: ما هو لا أبا لك. ده حبان اللي بقول له ما هو لا أبا لك. لا أبا لك كلمة زي ثكلتك أمك، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها لبعض الصحابة، ولا يقصد بها حقيقة الشتم يعني، إنما لا أبا لك جرى عند العرب أن الإنسان إذا وقع في ملمة كان يساعده أبوه، فإذا قيل له لا أبا لك
يعني أنت وحيد فجد في الأمر فليس لك معاون. يبقى هي كلمة ليس المقصود بها إيه؟ الشتم يعني. يعني أنت زي مثلا ما يجري في أيامنا، واحد مثلا يسأل سؤال أو يقول فكرة جميلة جدا ويخرب عقلك، يخرب عقلك، جبتها إزاي دي؟ لا هو لو عقله تخرب هيساوي إيه؟ يبقى حتة صفيحة. ها؟ فكلمة يخرب عقلك دي إحنا بنقولها لا نقصد بها إيه؟ لا حقيقة الشتم ولا الدعاء ولا الكلام ده. فهو بيقول له ما هو؟ لا أبا لك. قال شيء سمعته منه. أبو عبد الرحمن بيقول حاجة سمعتها من علي بن أبي طالب نفسه. قال ماذا سمعت منه؟ قال ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي. دي رواية سعد بن عبيدة عن علي، إنما رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي في صحيح مسلم إن هو جعل المقداد ابن الأسود بدل أبي مرثد الغنوي. وكلنا فارس، فقال انطلقوا إلى روضة خاخ. وفي بعض الروايات عند البخاري برضو روضة حاج، بس ده تصحيف كما يقال، كأنه صحفه أبو عوانة وضح ليشكري أو من له متابع يعني. لكن الذي يعني اتفق عليه العلماء أو أكثر العلماء خاخ بخائين. ستجدون ضعينة معها كتاب ايتوني به. انطلق الثلاثة دول فرسان. قال كلنا فارس. فارس ده يعني يشبه الآن في الجيش عندنا الطائرات المقاتلة اللي هي دايما الطلائع، يعني لما الشجعان اللي بيركبوا الفرس ويفتتحوا الحروب. فلما وصلوا إلى المكان بالضبط وجدوا امرأة تركب بعيرا. أناخوا البعير ونزلوها. قال لها علي أين الكتاب؟ قالت ما معي من كتاب. قال الكتاب أو لنجردن الثياب، هنخلعك ملط. فأخرجت كتابا من عقاصها. العقاص اللي هي الضفيرة، كتلف الإيه؟ الكتاب في الضفيرة. كتاب فكرني مرة جماعة من كان شغالين في العراق أيام صدام حسين، الحرب العراقية دي الإيرانية، وكان الدولار كان ممنوعا والتجارة فيه ممنوعة، وكان فيه إعدامات في اللي يضبط بيتاجر في الدولار. ففي جماعة من مصر معهم دولارات وعايزين ينزلوا بيها، ده شق عمرهم وما يقدروش أبدا يتجاوزوا المطار ومعهم دولارات، بيتفتش كل حاجة تفتيش دقيق. فقاموا جايبين الحبال اللي بيلفوا بها الكراتين وحطوا الدولارات فيها وفتلوها مع الحبال. ما تعرفش حد كأنه يعني جاسوس عليهم ولا حاجة، قال لهم في جامعة مصريين مسافرين ومعهم دولارات، قفشوهم في المطار وقعدوا يفتشوا فيهم ما لقوش أي حاجة. قطعوا الكراتين نفسها يشوف يمكن الكرتونة لزقها على دولارات ولا حاجة، ما لقوش حاجة. فقالوا احنا عندنا خبر يقيني ان انتوا معاكم دولارات، فين الدولارات؟ يحلفوا بالله العظيم. قال له شوف بقى ما تحلفش بالله، احلف لي بصدام. تمام. وبعدين قالوا لهم ايه طب هقول لكم على حاجه، طب احنا اللي هنحلف براس القائد ان لو قلت لنا اين الدولارات ما هنعمل فيكم حاجه.
فقالوا لهم طلعوا الحبال والكلام ده وكده، وجدوا دولارات ايه مفتوله مع الحبال. المصري ده ما شاء الله عليه، ها المصريين هم حيويه وعزم وهمه. المهم انه المراه حلت عقاصها، العقاص جمع عقيصه وهو الايه الضفائر المفتوله، واخذوا منها الكتاب وانطلقوا الى النبي عليه الصلاه والسلام، وهو جالس في ملأ من الصحابه، وفتح الكتاب وقرئ عليه عليه الصلاه والسلام، فاذا فيه من حاطب ابن ابي بلتعه الى نفر من المشركين يخبرهم فيه ببعض امر النبي صلى الله عليه وسلم، بيفشي اسرار عسكريه. النبي عليه الصلاه والسلام سيهاجمكم في الشهر الفلاني فخذوا بالكم. ده خلاصة الايه؟ الكتاب. طبعا وجبريل عليه السلام هو الذي يعني أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصة دي. وكان حاطب رضي الله عنه جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، فقال يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني ولا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، لكني كنت امرأ ملصقا ولم أكن من أنفسها، يعني مش من أسرة فخمة ولا قبيلة فخمة في قريش، إنما كان ملصقا بهم ليس له نسب يعني. وكان أصحابك يعني لهم في قريش أنساب يحمون قرابتهم بها، وكان لي أهل وولد في قريش، فأحببت أن أتخذ يدا عندهم يحمون بها قرابتي. فجرد عمر سيفه وقال يا رسول الله إنه خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيها يا عمر، بعدما قال لقد صدق الوحاطب يعني حاطبا لقد صدق، إيها يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أبو عبد الرحمن السلمي قال أن هذا هو الذي جرأ عليا على سفك الدماء، فقال ابن الجوزي هذا سوء فهم من أبي عبد الرحمن. ثم فند ابن الجوزي، وأنا قرأت تفنيده هذا أيضا في كتاب شرح مشكل الصحيحين له، كرر برضو نفس الكلام في هذا الكتاب في مسند عمر ابن الخطاب، مع أن الطبيعي أن يوضع هذا في مسند علي ابن أبي طالب، لكنه وضعه في مسند عمر على أساس أن الكلام وجه إلى عمر، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يقول هذا سوء فهم من أبي عبد الرحمن حين ظن أن عليا قاتل وقتل اعتمادا على أنه قد غفر له. وينبغي أن يعلم يعني أبا عبد الرحمن أن معنى الحديث لتكن أعمالكم المتقدمة ما كانت أيا كانت يعني قد غفرت لكم، أما غفران ما سيأتي فلا يتضمنه الحديث. وهذا عجيب، يعني لو جاز لي أن أستخدم عبارة قاسية أقول هذا سوء فهم من ابن الجوزي. ليه؟ لأن فعل الأمر يجعله علماء العربية للمستقبل وليس للماضي،
وليس هناك أي قرينة يمكن أن تحتف بهذا حتى يقال إن فعل الأمر يمكن أن يكون الماضي. دائما فعل الأمر يحمل معنى المستقبل على طول. اعملوا ما شئتم، أي فيما يستقبل لا فيما مضى. ففي نفس الحديث رد عليه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن هذا الحديث، هذه الواقعة بتاعت حاطب، كانت بعد غزوة بدر وليس قبلها، فهي قطعا مستقبلة، لأن إن لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. ابن الجزم يقول يبقى غفر لهم ما قبل بدر، ده نص كلام، يعني أعمالكم السابقة على غزوة بدر أيا كانت مغفورة لكم، أما ما سيأتي بعد الغزوة فإذا مش داخل في الغفران. طب ما الوقع نفسها حصلت بعد غزوة بدر، مش قبلها. فحتى نفس الحديث فيه رد على مين؟ على ابن الجوزي رحمة الله عليه. بالإضافة لأنه لا أحد يفهم أبدا من قول الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم أنه يجوز له أن يفعل ما يريد، وليس هذا حظا على فعل المعاصي. ألا ترى أننا في كلامنا الدارج أن يقول الواحد لابنه المهمل أنت حر، عمل أشياء سيئة، رسب في البتاع ما صلاش، يعاقبه يقول له طيب بقى أنت حر، بقى أنت حر، معناه أنت حر ولا معناها لست حرا؟ معناها لست حرا. فما يجيش واحد ياخد بظاهر الألفاظ، ماذا من سوء الفهم، سوء الفهم، إنك أنت لا تراعي السياق في الكلام. لابد من مراعاة السياق في الكلام. يعني المرجئة أهملوا الأعمال في الإيمان وعدوها شرط كمال. ليه؟ عدوها شرط كمال عشان حديث ايه؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بس قدر حد لوحده كده. والخوارج أتوا على حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أم محرفين، لأنهم كانوا يكفرون بالمعاصي، فقال لك شفاعتي لأهل الكبائر، وأهل الكبائر إيه؟ كفر. والكافر لا تقبل له لا شفاعة، لا من ولا من غيره. أما ليه معنى الحديث؟ قال لك أهل الكبائر أي كبائر الطاعات، كبائر الطاعات وليس كبائر الذنوب. ألم يقل الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة؟ قال لك إذن مقصود الصلاة لأنها كبيرة، يبقى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصلاة وليس لأهل المعاصي. ده من سوء الفهم، سوء الفهم عن الله ورسوله، هو الذي فرق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كل واحد أعور لا يرى إلا دليله لكن لا يستصحب الأدلة الأخرى، حاشا أهل السنة فقط الذين هداهم الله عز وجل إلى الأمة الوسط. إنما معنى الحديث أنه ما أخذ بأسباب التوبة يتاب عليه. فلو رجعنا إلى الحديث، وبرضو من نفس هذا الباب حديث عبد الرحمن بن سمرة عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس إلى
النفقة على جيش العسرة وصعد المنبر وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة. فقام عثمان بن عفان فقال هذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مرة أخرى، وكان جيش العسرة سمي جيش العسرة لأنه اللي هو تبوك، جيش تبوك يعني، لأنه كان في يعني الثمار ما قطفت بعد لسه، والناس مفلسة، مفيش حد معاه فلوس، بينتظر الثمار عشان تقطف ويبيعوها وتمتلئ جيوبهم بالمال زي الفلاحين عندنا كده، تلاقي طول السنة مفلس، أول ما يجي الموسم، موسم القطن ولا الرز ولا الكتان ولا البتاع ده الكلام ده، يبتدي يبيع ويملى جيبه فلوس. هما كانوا كده في هذا الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى جيش إلى غزوة تبوك، كانت حال الايه الناس هكذا ليس معهم مال. فلما كرر النداء مرة أخرى قام عثمان رضي الله عنه وقال وهذه 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. كرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام لثالث مرة، قام عثمان وقال هذه 100 بأحلاسها وأقتابها، يبقى كان بعير 300. فندب الناس، فقام عثمان وصب 1000 دينار نقدا في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. فقام فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، يعمل اللي هو عايزه. الأحاديث دي وما يجري مجراها إنما ثبتت لأناس سبق في علم الله تعالى أنهم فضلاء، وأنهم إذا أذنبوا ذنبا يرجعون عنه ويحدثون له توبة، فإذا وقع منهم ذنب أحدثوا له توبة، أهل بدر كده. وكل من صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشره بالجنة هو كذلك، لا يموت كافرا ولا يموت فاسقا. وهذا لا يعني أنهم معصومون، لا، ليس هناك عصمة، ولكن إذا أخطأ يتاب عليه، يوفق لتوبة، وهذا ظاهر من أحوالهم. حتى كل الذين بشروا بالجنة عندما تراقب أعمالهم تجدهم أكثر الناس خوفا من سوء الخاتمة. ما رأينا منهم أحدا ممن قرأنا سيرهم اتكل على أنه غفر له فليفعل ما يشاء، بل كان هذا مما يحملهم على الخوف من الله تبارك وتعالى، سيرهم تنطق بهذا. يبقى ما يجيش واحد يقول أنه غفر له فيفعل ما يشاء، ما رأيناها والله في ترجمة واحد منهم أبدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لعبد الله بن سلام كما في صحيح مسلم بعدما رأى رؤيا، عبد الله بن سلام رأى أنه في روضة معشبة وهذه الروضة فيها عمود، وهذا العمود أوله في الأرض وآخره في السماء، وفي آخره حلقة، قيل له اقفز هذه الحلقة دي، قال لا أستطيع بعيدة. فجاء منصف، والمنصف والخادم حطه كده وزجل به إلى فوق
فمسك الايه البتاع دي. لما قرات الحديث ده قريب افتكرت توفيق عكاشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من صخرة في بيت المقدس، ربنا حول الصخرة لسست، قامت السستة نطر النبي كده لفوق أم طالع. شر البلية ما يضحك. عشان تعرفوا الكلام الذي كنا نقوله قديما، القاعدة الإعلامية اليهودية ما تكرر تقرر. هل هناك إنسان له دماغ يتمتع بأي قدر من الدماغ ممكن يشاهد هذا الإنسان ويسمع له؟ الدنيا كلها بدأت معه عشان تضحك عليه، تمام؟ مسخ، يقول لك نسمع الراجل اللي عمال يهبل ده، خلاص مشيت معاهم المسألة كده. وبعدين اتقلبت جد، بقى في بعض القضاة، القضاة المفروض دول حكام في قضايا الناس، في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، يتمتعون بعقول عالية، القضاء المفروض كده يعني، لكن استدار الزمان كما ترون. فسمعت أحد القضاة المرموقين يثني على لغة هذا العامي الذي لا يستطيع أن ينطق كلمتين على بعض، إنه بليغ، أنه بليغ. وبقلوا جمهور وصدقوا إنه رجل منظر ورجل محترم ورجل أفكاره عالية وإلى آخره كما تشاهدون جميعا. عشان كده لا تستهينوا بشيء حتى وإن دق. إن النمل إذا اجتمع على أسد أكله، وكانوا قديما يقولون إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، فلا تنم له. فهذا المنصف ها زجل به، أي رفعه، فأمسك بالحلقة، واستيقظ عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو ممسك بالحلقة والحلقة في يده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الرواية الثانية في صحيح مسلم أنه أمر أن يرتقي جبلا، فكل ما يرتقي يقع يسقط. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعبر له هذا المنام. قال: أما الجبل فهذا منازل الشهداء ولن تناله، لن تموت شهيدا، تمام؟ كان في جواد، طرق، طرق على اليمين، طرق على الشمال. قال له: أسلك هذا ولا تسلك هذا؟ قال له: دي طرق أهل اليمين، دي طرق أهل الإيه؟ الشمال. المهم أنه قال له: أنت على الإسلام تموت. وفي الرواية الثانية قال له: أنت تموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقى. أهدى واحد ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. كيف كانت سيرته في حياته؟ كان له أعبد كثيرين، أعبد كثيرون، وكان إذا دخل السوق يحمل متاعه بنفسه، عنده يعني يشيل شوال، يلفع الشوال على كتافه. فقيل له في ذلك فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من كبر.
طب وانت ايه يعني لما يكون عندك اعبد انت تقول له ده شيل دي وانت شيل دي وانت شيل دي والكلام ده هو؟ دبيب الكبر الى القلب اخفى من دبيب النمله على الصفوان على الحجر، لا يشعر به الا اهل اليقظه يوم يقفلوا عليه الباب حتى لو لسه ما جاش. كبر بالذات، فهو يخشى. وخلي بالك برضو ان دي موجوده، يعني لما يكون انا مدير عام ولا حاجه وراكب العربيه الهامر دي ولا راكب العربيه البورش ها، او في عربيه فخمه بتاع وراكب طب كرسي الوراني والسواق قدامه بتاعه، واول منزل الاقي خمس سته بيجروا على الباب عشان يفتحوه. اوعى تكون فاكر حتى لو انك رجل فاضل ان الحاله دي ما تخليكش تتنفخ من جوه، لا بتتنفخ من جوه ولو لحظيا، تمام. وممكن تزعل جدا لو انت شايل الشنطه وما جاش الساعي يجري عشان ياخدها منك، تبقى مش شايف شغله. انت شغلتك انا جايبك هنا عشان تجري تاخد مني الشنطه، انت ما خدتهاش ليه؟ ولازم تقوم بشغلك. هي لبست كده ان ده شغل. فأي شيء يمكن ان يعكر عليك أنت أدرى الناس بنفسك. كان في بعض الشيوخ دخلوا عليه مرة وهو ماسك المساحة وبينظف دورة المية، شيخ مشهور يعني. فطبعا أول ما شافوه إزاي يا مولانا تعمل حاجة زي كده وبتاع، نهاهم وكمل المسألة دي. ليه؟ أحس إن هو الشيخ الكبير اللي كل الناس تحطب فيها هواه وتجري وراه وتفتح له وتعمل له الكلام ده، فحب يأدب نفسه يذله، قال لك احسن حاجه اروح انضف دوره الميه دي. زي ما يحكون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان هو لما صعد المنبر وقال قد كنت ارعى غنما على بعض قريش على قراريط وبكى ونزل، فقال له عبد الرحمن بن عوف ما زدت على أن أزريت بنفسك، طلعت المنبر هزأت نفسك ونزلت، إيه اللي أنت عملته يعني؟ قال إن نفسي حدثتني بالإمارة. أنت بقى أمير المؤمنين، إذا شورت على واحد راح في داهية بقى ها، فأردت أن أذلها. دي حالات يعني ما قد تعرض للإنسان، وكل إنسان أدرى بنفسه. فنحن ما وجدنا في سيرة واحد ممن بشروا بالجنة إلا وسيرته تنطق وتقول ما اغتر واحد منهم ولا اعتمد على أنه بشر بالجنة فيغفر له. وما حال عمر عنكم ببعيدة لما طعن؟ كيف كان عمر يقول ليت أمي لم تلدني، ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتني كنت نسيا منسيا، لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله حين ألقاه. عمر بن الخطاب يقول هذا الكلام، ومناقب عمر معروفة للقصوى والدنو، هو كمان عارف يعرف مناقبه، لكن في حياته كلها ما اغتر بمنقبة واحدة منها. لما يسمع عمر بن الخطاب من فم النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين في قصة النسوة اللي هم كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم عالية أصواتهن يستكثرن عليه، أول ما قيل عمر والباب كل واحدة راحت وراء الحجاب واستخبت. دخل النبي عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لا لوحده كده وهو يضحك، فقال مما تضحك؟ أضحك الله سنك يا رسول الله. قال عجبت من هؤلاء عالية أصواتهن يستكثرن علي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، استخبوا يعني منك. فتوجه إليهن عمر قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا نعم إنك فظ.
وفي الرواية الثانية إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر وقد سمع بأذنيه إيهن يا ابن الخطاب والله ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك. خاف من لما يكون واحد الشيطان بيخاف منه حط رجل على رجل بقى تعال لي يا إبليس يا ابن اللذين ها وريني بقى هتعمل إيه والكلام ده. عمر ممكن يقول هذا الكلام؟ لا أبدا. لا تجد أهل الفضل دائما إلا على مستوى فضلهم. فيبقى لما نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فمهما عملتم من ذنب سأوفقكم لتوبة حتى تلقوني وتكونوا على الدرجة التي بشركم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التي وعدتكم إياه. خلاص كانت المسألة كذلك يبقى ما فيش فيها مشكل. فابن الجوزي لما يقول ده معناها غفران ما قبل بدر، لا احنا بنقول الواقع نفسها كلها حصلت بعد ايه؟ بعد غزوة بدر. وكلمة فسأغفر لكم هذه وردت في رواية مرسلة، اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم وردت في رواية مرسلة لا تصح. يقول ثم دعنا من هذا الحديث، هزول خلاص يعني، هل يتصور أن علي بن أبي طالب يمكن أن يدير هذه الحرب، هذه الحرب الزبون التي ذهب ضحيتها عشرات الألوف، في صفين مات 70,000 المعركة الجمل وما تلاها بقى من معارك والكلام ده، عشرات الألوف ماتوا، هل يتصور أن علي بن أبي طالب قال لنفسه أنا مغفور لي يبقى أعمل اللي أنا عايزه بقى وأقاتل وأزهق الأنفس والأموال والأرواح والكلام ده؟ لا طبعا، ما خطر ببال علي رضي الله عنه أبدا هذا. ونحن كأهل السنة نعتقد أن عليا كان على الحق، أن عليا رضي الله عنه كان على الحق. وإن كان الحديث الذي أورده ابن الجوزي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق مع علي كيفما دار يعني هذا لا يصح، بل الإمام الترمذي الذي أخرج هذا الحديث استغربه وقال هذا حديث غريب. وفي إسناده المختار ابن نافع وهذا منكر الحديث، هذا الحديث باطل لا يصح. ومشكلة ابن الجوزي أنه كثيرا ما يحتج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، بل الأحاديث الباطلة، مش بل آسف، الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة والباطلة، لأن أنا قلت الأحاديث الموضوعة بل الباطلة كلام لا يستقيم، يحتج بالأحاديث الضعيفة بل يحتج بالأحاديث الموضوعة والأحاديث الباطلة. وهذا من آفة الكتابة في الوعظ، نادر جدا أن تجد كتابا في الوعظ إلا وفيه هذه الطائفة من الأحاديث. فلكننا نقطع كأهل السنة أن علي رضي الله كان على الحق وأن الذين قاتلوه كانوا متأولين أيضا. ولذلك الإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتاب استتابة المرتدين أن الرجل إذا فعل فعل الكفر وكان متأولا لا يكفر بذلك، لأن الذي فعله حاطب بن أبي بلتعة من إفشاء سر النبي عليه الصلاة والسلام هو إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وينطبق عليهم قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، واللعن هو الطرد من الرحمة، ولا يلعن إلا يا إما صاحب كبيرة إما يلعن كافر،
فيقول أن الرجل إذا فعل فعل الكفر أو قال قول الكفر وكان متأولا فيه أنه لا يكفر بذلك. كذلك الطائفة التي كانت تقاتل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فختم المسألة قال يعني فقد غلط أبو عبد الرحمن غلطا قبيحا، لأنه كان إيه؟ كان عثمانيا، أي كان منحازا إلى عثمان رضي الله عنه وكان يقدمه على علي. بقي شيء أختم به. في رواية البخاري من طريق أبي عوانة والضاح ابن عبد الله يشكري عن حسين ابن عبد الرحمن عن فلان أن أبا عبد الرحمن السلمي وحبان ابن عطية، وساق الإيه الحكاية اللي فاتت دي. في واحد كده جاهل لا يعرف قدر نفسه، وبالتالي لم يعرف قدر غيره لا سيما البخاري، فلو طعن كده على البخاري طعن خايف كده. رأيت هذا الطعن وأنا في ألمانيا منذ 4 سنوات، والله كدت أن أقطع رحلتي العلاجية في ألمانيا وأنزل عشان أرد على هذا الجاهل. كلامه كان كلاما يغيظ، والإشكال إن الشيخ الأزهري اللي كان الذي كان يناظره قال كلاما أقبح من كلام هذا المعترض، وقال إن البخاري الكتاب بتاعه ده عبارة عن مسودة، كان البخاري هينقح. ده الأزهري اللي بيقول هذا الكلام، يعني البخاري صنف كتابه وكان لسه مسودة، لسه كروكي كده يعني، ها، ولسه هيقعد يغرب الفيه وينخله. وهذا كلام ما خطر ببال مخلوق يعرف شيئا عن البخاري رحمة الله عليه. فلما رجعت اشتفيت منه في قناة الناس، عملت أكثر من حلقة، ثم كتبت جزءا سميته الرد على الجاهل المجاهر أحمد عبد ماهر. هو اسمه كده، اسمه كده، الرد على الجاهل المجاهر أحمد عبد ماهر. ده محامي عاش في زمان الفوضى، ووجد إن الذين يلبسون العمائم ضعاف أو جبناء، ممكن يبقى راجل متين بس يقول لك دماغي، دول عالم لسانهم طويل، وأول ما واحد يرد عليهم يفضلوا يشتموا فيه. طب وأنا أتشتم ليه؟ ها؟ فإما أن يكون جاهلا بهذا الفن وإن كان عالما في فن آخر، أو يؤثر السلامة بدل ما العوام يعضوه، واخد بالك؟ ومذهبه كما يقول المتنبي: من ذا الذي يعض الكلب إن عض؟ كلب عضك هتعضه؟ هو كده، ده بقى المذهب الساد دلوقتي. فأتى على مثل هذا الموضع وقال لك البخاري بيروي عن المجاهيل، ازاي يبقى صحيح اسمه صحيح ويروي عن مجاهيل؟ قال لك ده في اكتر من 3-4 مواضع البخاري يقول لك فيها عن فلان. فلان ده يطلع مين بقى ان شاء الله؟ حد يعرفه؟ ده الجاهل ده اللي بيقول الكلام. طبعا هو ما يفهمش حاجه لا في علم الروايه ولا الاسانيد ولا الكلام. الحديث ده البخاري رواه في عده مواضع من صحيح، في كل المواضع 5-6 مواضع يعني باستثناء هذا الموضع يقول فيها عن حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي. لكن أبو عوانة أبهم هذا الرجل. فإحنا عندنا على طول لما تكون في رواية
مبينة على طول. الرواية المبهمة تحمل على المبينة على طول. يبقى فلان الوارد في هذا الإسناد هو سعد بن عبيدة الذي يروي. سعد بن عبيدة ده كان متزوج ببنت أبي عبد الرحمن السلم، فلما أهل الحديث كلهم على بعضهم كده ما فيش حد يقول ده فلان مجهول، عيب، ده اسمه عيب. أقل كلمة ممكن الواحد يقولها أن يقال هذا عيب، لا يمكن أن يقع فيه طالب مبتدئ. لكن لما غاب سيف الشريعة وفي زمن الفوضى وزمن اللئام الذين تمالأوا على مصادرنا الأصلية وما فيش حرس حدود، يطلع ده يتكلم. فأي موضع، أنا أحصيت المواضع اللي البخاري فيها ذكر قال فلان، هي حوالي 4 مواضع في الكتاب كله، وهذا هذه المواضع مبينة إما في صحيح البخاري وإما في كتب أخرى زي مسلم أو السنن أو المسند أو ابن حبان ابن خزيمة في نفس الحديث بين من هو فلان. وأحيانا بعض الرواة قد يبهم راويا من الرواة، مالك مثلا كان يبهم عكرمة مولى ابن عباس، وكانت عادة لمالك إذا لم يرضى عن أحد أبهمه. لكننا نعرف بدلالة الروايات الأخرى للرواة لما من طبقة مالك من هذا المبهم. ده فن، هذا فن، فن كبير، علم الحديث هذا علم كبير، كما قال السيوطي في مقدمة تدريب الراوي: لا يطلع به إلا كل ذكر. علم الحديث علم الذكران من العالمين، لا يطلع به أي إنسان. له طائفة مخصوصة كده، لهم دماغ مخصوصة. أنا يعني أرجو أن ما فيش حد ينزل الكلام علي، والله ما أقصد نفسي بهذا، إنما أنا أقصد المحدثين عموما، لأن الذي يعرف ثروتهم ويعرف رأس مالهم المبدد في مئات الألوف من الكتب، كيف يجمعون هذا المال المبدد، رأس المال الكبير، ليحققوا حديثا واحدا ليحكموا عليه بالصحة، يعلم أن هذا هو العناء المعنى والنصب المنصب. ممكن لو عندك 3-4 كتب في أصول الفقه تصير أصوليا، عندك 3-4 كتب في الفقه تصير فقيها، لكن أن تصير محدثا ده بعينك، لابد أن تسف التراب حتى تكون محدثا. وأنا أقصد أن تكون محدثا على رسم المحدثين، مش الجماعة المتطفلين اللي بيعتمد على شوك جوجل ويجيبوا الأحاديث ويجيب لك 2-3 مصادر وبتاع وفاكر نفسه إمام الزمان. لا، الحديث هو علم النقد، إزاي تعرف تصطاد العلة وتجيبها وتثبت أنها علة، هو ده علم الحديث. غير كده لا، ده مش علم، ده اسمه جمع، واحد بيجمع وينفخ الكتاب. والفهارس النهاردة بقت على أفهم من يشيل، ما عادتش المسألة بسيطة. فأنا برضو إنما قلت هذا تنبيها لطلبة العلم ألا ينظروا إلى هذا الجو القاتم الذي نحن فيه ويشغلهم هذا عن مهمتهم الأصلية. المهمة الأصلية الزود عن مصادرنا الأصلية، عايزهم يمتنوا أنفسهم، عايزهم يذاكروا كويس، عندهم لا يضيعون شيئا من أوقاتهم ولا شيئا من أعمارهم حتى إذا جاء الدور عليهم يكونوا مستعدين. مش يجي الطوفان وفجأة كده نستيقظ نقول آه والله الأيام اللي فاتت خسارة لما عملناش حسابنا والكلام ده، لا. فأسأل الله عز وجل أن يعني يقينا وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.